السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم حيثما كنتم. والآن نذهب إلى أفريقيا معكم. في سنة 2007 والقضية الكبيرة هي دخول الحمام لقضاء الحاجة، لكن في شهر إبريل ومايو 2007 كانت هذه آخر رحلة ميدانية لي مع فريق الإغاثة الإسلامية قبل أن أترك الإغاثة في إبريل عام 2008. كان عدد الوفد معي 15 أو 16 شخص من المكتب الرئيسي وبريطانيا وأمريكا وسويسرا وفرنسا وألمانيا وهولندا. كان بين أعضاء الفريق 3 فتيات شابات، واحدة من أمريكا وبريطانيا وإحداهما كان اسمها هيلين، ما كانتش مسلمة لكن جت معنا أول زيارة ميدانية لها. كانت وجهة زيارتنا كالتالي: أولا طرابلس ترانزيت عشان كنا واخدين الخطوط الجوية الليبية للقاء مؤسسة القذافي، والانتظار مدة ترانزيت كان حوالي 12 ساعة في طرابلس صلاة الجمعة وتناول طعام الغذاء ثم الذهاب إلى المطار. تاني زيارة زيارة تشاد لافتتاح مكتب الإغاثة الإسلامية في مدينة أنجمينة، وزيارة مخيمات اللاجئين من دارفور على الحدود التشادية السودانية. تالت زيارة كانت مكتب الإغاثة الإسلامية في النيجر وزيارة المشاريع التي قامت وتقوم بتنفيذ الإغاثة الإسلامية هناك. رابع زيارة كانت زيارة مكتب الإغاثة في مالي والذهاب إلى مدينة تومبوكتو ثم منها إلى مدينة جورمراروس في وسط الصحراء المالية. وكان برنامجا مكثفا يستدعي من كل هؤلاء الشباب أن يعمل ما بين 18 ساعة و 20 ساعة يوميا، ما بين زيارات ميدانية، تصوير مع المحتاجين، زيارة المسؤولين، كتابة دراسة الأهالي، دراسة حالة الأهالي من النساء والأطفال المحتاجين، تبادل المعلومات والصور والتقارير بين أعضاء الوفد بعد تناول العشاء في 9 و 20 مساء. وكان يومنا هذا الذي يبدأ من بعد أو قبل صلاة الفجر إلى أن ينتهي بعد منتصف الليل. وبدأت الرحلة في تشاد بالسكن في فندق 4 نجوم بكور، فاستأنا جميعا ثم حاولنا تغيير الفندق ولكننا لم نفلح، فقررنا أن نتدارك هذا في النيجر والمحطة التالية. وفي النيجر جلسنا في بيت ضيافة وليس فندق لخفض المصاريف أكثر. أما في مالي فكان لنا مركز اجتماعي، فقررنا شراء بعض الفرش البسيط لخفض المصاريف أكثر وأكثر وأكثر والنوم في غرف هذا المركز الاجتماعي. كانت برامجنا مكثفة جدا 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 كما قلت من قبل. وذات يوم وبعد سفرة معاناة كثيرة 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 وعدم استعمال دورات المياه لمدة ساعات ونحن في مالي، وأثناء وصولنا إلى المدينة في الريف، كنت كما كان العديد من أعضاء الوفد في عجلة لدخول بيت الخلاء لقضاء حاجتي. فلما وصلنا لمكان الضيافة كنت أنا أول من أسرع وتسابق ليصبح الأول الذي يستعمل بيت الخلاء، وكنت أدري وأدرك ما سأقوله الآن. أولا عدم وجود مياه في الحمامات، ثانيا الشطافات والمياه التنظيف قد لا تكون موجودة، ثالثا الرائحة الكريهة التي ستأتي للإنسان بعد أن يدخل فلان وفلان وفلان في الحمام، رابعا تعذر استعمال كرسي الحمام بعد الآخرين. فاستفدت من كوني الرئيس مستغلا سلطتي لكي أصبح أول من يستعمل الحمام دون غيري، لكي لا أعاني مما ذكرته: الرائحة الكريهة، قلة المياه، إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. الدرس المستفاد: لا يحق المسؤول مثلي في استعمال صلاحياته للتسابق من أجل دخول الحمام، وفي ذلك الوقت أنا لم أتعدى حق أحد بل سارعت قبل الجميع في دخول بعض بيت الخلاء، وهذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن أراد الرئيس وكان لديه عذرا فليستسمح الآخرين في دخول الحمام قبلهم إن سمحوا لهم وإن لم يسمحوا لهم. فلا بد أن يكون لدينا خلقا إنسانيا نتعامل فيه مع زملائنا، فالكل محتاج إلى الحمام والحمام ليس في حاجة إلينا. السلام عليكم ورحمة الله.